الحرق بالنسبة للناس هو مادة للضحك. انت شخص مختلف، انت شخص مش بتاخد حقك، انت مش شبهنا خالص. في تجارب بقى، حد جاي معجب بيا عايز يرتبط، يروح لأهله، أهله بيجوا يعني رفض تام في الأول، وبعدين لما بيقبلوا بعد ضغط من ابنهم يعني بيحصل بقى شوية كلام في النص بقى. انت ايه اللي جبرك تاخد واحدة عندها حرق؟ يعني ده كان الباك جراوند بتاعتي اللي خلتني طول الوقت عايزة اتكلم. انا عملت مبادرة اسمها احتواء مصابي الحروق، دشنتها 2018، كتبت بوست على الفيسبوك حكيت فيه كل اللي بيحصل لي، وسألت سؤال هنفضل لحد امتى كمصابين حروق بيتبص لنا النظرة دي؟ كان هدفها الأساسي إلغاء نظرة المجتمع أو تغيير نظرة المجتمع لمصابي الحروق، احتواء ما بين الحروق في كافة الحاجات، نفسيا، ماديا، شغل. كان ركبنا عدسة البنوتة، الحرق أثر على عينيها، فقدت عينيها، وفي واحد جبنا له شغل برضه. يعني احتواء ان انا محتويين في كل الجوانب الحياة. اتمنى ان مصابين الحروق تلفزيون ما يهمشناش، يعني ما يجيبليش دور كده في النص ويسلط الضوء عليه، ان مثلا حد مثلا كان وحش او كان افعاله وحشه فاتحرق فمات. هي دايما بيجيبوا ان الحرق دوت يعني عقوبه من ربنا فمات، ما بيجيبليش مثلا ان مصاب الحروق ده ممكن يكون بني ادم طبيعي وعايش وبياكل وبيشرب وبيشتغل.